صباحكم الله بالخير. 25/12 التسجيل من سموه الكبير بعد معاناة طويلة جدا عند الانتقال من ون بلس 5 لجهاز جوجل بيكسل 2 XL. الألوان والسطوع لصالح ون بلس مرتاح، ميلان الشاشة اللون الأحمر مرتاح. عموما راح أرجع لكم إن شاء الله في وقت لاحق بعد ما نروق وقهوة وخلص بعض الأعمال، نرجع نتكلم عن موضوعنا لأمس والموضوع الجديد لليوم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح وال وصلني إيميل من DHL بأن التسجيل مجاني عند DHL. سجلت والتسجيل مجاني، كان مدفوع ترى. الحين بنجرب DHL عندهم مجموعة من الشحن، لاحظ يعني هونغ كونغ دخلوها، ألمانيا سابقا كانوا بس أمريكا، بريطانيا، يعني أوكي يطلع منهم. خصوص DHL شكلها الخدمة مقصصة للكويت فقط، يعني اللي بالكويت تسجل مجانا ما تخسران شيء. العرض باين إنه فقط للكويت، أشوف إن DHL فرصتها أفضل من شوبن شيب حاليا، بما أنها أضافت مزيد من البوكسات بدل أمريكا فقط. إضافة حاليا بريطانيا، ألمانيا وأمريكا وبعد الدولة والله ناسيها هونغ كونغ. الحمد لله بعد ما سجلت مع DHL سجلت عنواني على كل حساباتي، على أمازون، على إي باي، على علي إكسبرس. بإذن الله سأهرب من شوبن شيب. يلا بما أنه فري و DHL شركة كبيرة وكذا تستاهلون الإعلان، يلا عيشوا. يا الله والله مو خسارة عيش. لا وشوبن شيب يعتذرون على حسابهم على تويتر بسبب تأخير الشحنات. لا تعتذر لي، ادفع لي فلوس، ادفع لي. انت لما انا جيتك اخذت فلوس، لما انت شحنت اخذت فلوس، لما انت تأخرت انا اخذ فلوس. يعني في موقف ارجو انه ما ينفهم بشكل خطأ، ارجو يعني هو خطأ اللي انا سويته، لكن اقول لك ان انا سويته مع ارامكس الكويت. من مدة شحنة موجودة عند ارامكس، جيت بدفع كينت، قال لي اوكي، طقيت على الكينت قال لي معلش الكينت خربان. قلت له ما في مشكله، دفعت له كاش. اول ما طلعت برا وصلتني رساله SMS من البنك بان تم خصم من حسابك لارامكس. رجعت لهذا الموظف، طبعا غالبيه موظفين ارامكس نفسياتهم سيئه، رجعت لقيت له هذه رساله وصلتني بان تم الخصم، اذا ممكن تشوف لي الموضوع. قال لي ايش الموضوع، مش عندي محاسبه. رحت للمحاسبه، طاق ابتسامه النجاح، حاول يكلمك دبلوماسيه مصطنعه. قلت له ما يفيدني كل اللي قلته، هل سيتم ارجاع الاموال؟ لا، وراح امشي. طبعا طول الوقت النفس طالع بان انا كذاب، يعني انا الزبون في محل الكذب طول الوقت. الاحساس هذا واصلك، واصلك من الموظف الاول، واصلك من الموظف الثاني مال المحاسبه طول الوقت. قلت له يا اخي انا ما عندي وقت اضيعه على قيمه الشحنه هذه، خلاص يباخذوها. اتصل فيك، نتصل فيك، اوكي اوكي مشيت. جيت بعد مده عندي شحنه ثانيه، بعد مده طويله يا جماعه. قلت له انا عندي وصل، اعطيتوني اياه كذا. قال له ما بنعترف فيه الوصل، كاتب لي على ورقه رقم كذا، تشذب علي. اعطاني ورقه، اخذت الورقه، بعد اسبوعين رحت لهم اعطيتهم ورقه ما اعترفوا فيها. قلت له كم قيمه الشحنه؟ فقال لي 10. اتسع له، اخذت العشرة حقيته قدامه. قلت له صدقني المبدا مو فلوس، بس انتم شركه غير محترمه. والله اليوم وصلني DHL افرحني بصراحه، ما اعطوني شباب خيارات لكن اغلبها امريكا. يعني استانست لما شفتهم يدمون هونغ كونغ، انا عندي طلبات كثيره من هونغ كونغ، رحت لهم ويستاهلون الاعلان. يا رجل اي شيء الا ارامكس. موضوع ما هو البلاك فرايداي في موقعي حقق تقريبا 1,000,000 مشاهده، قديم الموضوع، تم تحديث اكثر من مره. اول الخيارات شوبن شيب، انا من الداعمين لشوبن شيب من زمان، لكن ما يستحقون، اخر سنه ونص لهم تراجع غير طبيعي واستهتار بالعميل. خلاص اذا سنودع ارامكس باذن الله، وداعا ارامكس. غيرت كل عناويني، لا مزيد، لا مزيد من الاستهتار مع العملاء، خلاص الحمد لله، فضل الله، اللهم لك الحمد والشكر. ودي اصفط اصلي ركعتين. عنوان الشحن ترى امر مهم لرجل التقنيه، يعني انك تحصل على شركه توصل لك بضاعتك بشكل سريع، عشان تحصل على السبق، عشان تحصل على اجهزه من الخارج اذا كنت متابع، يعني انك تحصل على عنوان بوكس نظيف شيء مهم جدا. بعد خطوات اي باي اذا تذكرون، شرائي لاوفيس ب $6، 10 لايسن، طبعا 5 ب 5 لايف تايم، يقول لو اشتغل سنه انا راضي $6.
قلت خلنا أقدم على هذه الخطوات. لقيت مجموعة من اللايسنات الأخرى مثل سبوتيفاي لايف تايم واشتريتها $30. هذا غالي شوية بس لايف تايم. سبوتيفاي موقع للصوتيات. اشتركت فيه لايف تايم بانتظار الإيميل. إذا نجحت التجربة راح أرسل لكم الرابط. لايف تايم سبوتيفاي $30 عشان دانير يعني ترى. وطلبت سيرفر مال دل. يا جماعة في دل عندها سيرفر صغير مخصص للهوم والأوفيس، سعره $370 على أمازون النسخة 2017. سيرفر يا جماعة عليه معالج زيون، أعطيكم تفاصيله. معالج زيون 8 رام 1 تيرا هارد ديسك درايف، سيتم تغيير الهارد ديسك درايف الاس اس دي، وتركيب عليه ويندوز سيرفر 2016. المفروض انه نرجع ل 2012 يعني شاريه طقطق عليه. يعني عندي سيرفر بالشركة وكذا بس هذا شاريه بشوف 2016 شنو موضوعه، هل في سيرفر $360 يشتغل يسوي شغل يعني؟ فيشدك الرقم يا رجل، $360 تليفونات اغلى منه. فضل الله اليوم تخلصت من شوب اند شيب ووصل جهازي تي 470 اس. بالنسبة للثينك باد تي 470 اس في منه ثلاث انواع للشاشة. النوع الاول هو دبليو كواد اتش دي، وهذا النوع نون تاتش 300 نت سطور، والنوع اللي يكون فول اتش دي تاتش، والنوع اللي يكون فول اتش دي نون تاتش. الفول اتش دي يكون 250 نت اللي هو سطوع الشاشة. يعني دبليو كواد اتش دي نون تاتش مات سطوع ماله 300 هو افضل سيناريو. التي في من انواع التي 470 اللي هو النسخه العاديه، التي 470 اس النسخه المضغوطه، وفي التي 570 اللي هو نسخه ال 15 انش. يا جماعه انا كنا طولت اليوم صح؟ طيب خلنا ناخذ فاصل، افضل اخذ فاصل شوف سنابات اكيد بعضها مقلب وراجع ان شاء الله. السلام عليكم، عوده من جديد. والله السنابات معفوسه، اتوقع الافضل اسجل 10 ثواني 10 ثواني علشان نحافظ على الترتيب. خبر معالج 970 من هواوي يتفوق على 845 كالهراء ترى.